لكن علاء الف مبروك. ما شفناش النهارده غير النادي الاهلي في الملعب، ما شفناش اي تواجد لسيراميكا كليوباترا خصوصا الشوط الثاني. الله يبارك فيك يا ايمن. لا هي البدايه يعني سيبك ان الكوره في الشوط الاول يعني مش ما كانتش فيه كوره قوي، لكن تحس في تغير في الفكر نفسه، في ان هو انا عايز، لا انا عايز لازم في حماس اكتر من كده، جري اكتر من كده، اللي هو الحاجات احنا كنا بنتكلم عليها كل الاستديوهات اللي فاتت. ايوه. فالنهارده يعني طبعا احسن حاجه ان هي كانت اخر حاجه النهارده هنختمها مسك زي ما بيقولوا. ان انت سيبك من المستويات الفنيه وكده، لكن انت قدرت توصل الولاد الصغيره دي ان هم لا لازم مجهود ولازم حركه ولازم حماس ولازم تعرف يعني ايه ان انت في النادي الاهلي. ده كان الاساس النهارده بغض النظر عن النتيجه الكبيره اللي حصلت النهارده، وبغض النظر انت بتلعب فريق مش موجود تماما، لكن الحاجه كويسه ان حتى في مستوى سيراميكا ده لا انت جبت واحد واثنين وثلاثه واربعه اللي احنا كنا بننادي بيه، بعد 1-0 لا دور الهدف الثاني، الهدف الثاني الثالث الرابع، هي دي اللي احنا دايما بنحب نشوفها في لعيبه النادي الاهلي. لكن النهارده اداء الشوط الثاني كمان احسن فنيا، وبرده نفس الرغبه ونفس الاصرار ونفس كميه الجري يعني كويسه جدا. طب بالنسبه لسيراميكا كليوباترا، لا سيراميكا كليوباترا لا ده فريق انا مستغرب يعني ايه العقليه دي وايه اللي انا شفته النهارده ده، ومع ان سيراميكا كليوباترا ده يعني كم صرف كتير جدا على لعيبه جدا، المفروض يبقى احسن من كده بكتير. المفروض يعني الناس انا شايفها دي بالامكانيات اللي موجوده دي، الامكانيات الماديه طبعا، لازم مثلا يبقى خامس سادس، انما فريق زي بالشكل ده، ده انت في مركز وحش جدا و12 تعادل، حتى كنت بتكلم واسامه قال لك 12 تعادل 16 ولا 16 تعادل كمان، ده رقم فوز. رقم يعني رقم عنيف جدا في بطوله الدوري. لكن لا الامكانيات ضعيفه جدا، انا مفيش حد يعني من الاخر يا ايمن مفيش حد لفت خالص لفت يعني خالص. حتى اللي كنت بقول عليه لعيب كويس ودايما عارف انه لعيب كويس محمد ابراهيم، تحس ان واحد بيأدي عايز يخلص 90 دقيقه ويمشي، انما الباقي لا الباقي مش الباقي لا الباقي مستويات يعني عاديه جدا جدا جدا، يمكن عندك في النادي الاهلي احسن منها بكتير جدا ومش اساسيين. فانا شايف ان يعني فريق سيراميكا يعني كويس النهارده نهايه الدوري، لان المفروض يبقى في شكل واداء تاني خالص وتفكير تاني، ممكن عشان نهايه الدوري فالناس كلها بتقضي واجب، بس دي عقليه انا ما بحبهاش. مفيش حاجه اسمها اخر مباراه، فانا بقول لا لازم تادي لاخر دقيقه في بطوله الدوري العام. لك انت اكيد سيراميكا دفع فلوس كتير جدا في اللعيبه دي، لكن انا بقول لك ولا حد لفت نظر، حتى عامر لا مستواه بعيد جدا، مفيش ولا حد في الفرقه اللي شفتها النهارده دي